التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة شوطنا الثاني عشر للمشتركات الجعدان. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والمندفعة. أتقدم مع المركز الأول شاهين على الصدارة والمقدمة، سعيد بن عيد بالكوس الفلاسي من الجانب الآخر. نتابع التسلل من شاهين سلطان أو سالم، يأتينا هنا مع هذه الانطلاقة. ما شاء الله، هذا اللي وصل وتقدم وطار بالصدارة. 162 عبد الله بن شطيط هنا ياتي هنا مع هذه الانطلاقه. بن عبيد بن سيف الاكتبي مع البطحري، هذا البطحري على المركز الاول والصداره والانطلاقه. المركز الثاني شاهين لسلطان بن محمد بن يحيى بن احمد ما شاء الله، والمركز الثالث زعفران لمحمد بن طارش بالقوبه الحميري. شوف الواصل شاهين محمد بن سلطان بن يراح الاكتبي، ولكن عوده الى البطحري. البطحري 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 على المركز الاول، البطحري عصاف الابطال بدون يوامر، عصا مغروزه وراعي راكد محطي جهازه على الطابلون. ما عود حتى هذه اللحظات. بن يحيى القادم بالقوبع قادم، وبن يراح قادم، والكل قادم، ولكن عوده الى الصداره، عوده الى المركز الاول. دور لي في الركض ياير، لي في التيم ويلضه من مصور يا فلو داير، يبعد قال من لمه الكضه من غضاريف ما يلحقها واير. ما شاء الله، من تو الرعبه ما غدا حظه. سلام سلام يا بن شطيط والعساف الابطال، ها هو السبقه، ها هو السبقه الفريد والمتميز. المركز الثاني شاهين لسلطان بن محمد بن يحيى بن احمد، المركز الثالث شاهين لمحمد بن سلطان بن يراح الاكتبي. ما شاء الله تبارك الله، دقيقتين و15 هو توقيت البطحري. البطحري وصاحب انجازات وسلالته، عطره سلالته مصيح العاصف، واللم سودانيه حريقه مع السيلي، ولا ذاك طعم الهزيمه. مشكور يا بن شطيط، سلاله مصيح ما شاء الله تبارك الله.